قصتي مع ليز دارلوس بدأت في 2012 عندما تعرفت على شابة عمرها 24 سنة، وحينها لم تكن لدي أدنى فكرة عن متلازمة هيلرز دارلوس، ولم أكن أعرف أن هناك حالات متعددة من متلازمة هيلرز دارلوس. وعندما جاءت هذه الشابة إلى عيادتي وقالت لي أنها فقدت أسنانها، ورأيت أنها كانت تعاني من التهاب حاد في دواعم أسنانها، قلت: يا إلهي كيف؟ وقد تذكرت حينها أمي التي كانت فقدت أسنانها في سن 34 سنة، إنها كانت التهاب حاد لدواعم السن. ولكنني استغرقت سنة كاملة قبل أن أدرك أن ذلك له علاقة بمتلازمة هيلرز دارلوس، حيث لم تكن لدي أي فكرة، وبعد ذلك لم تكن هناك معروفة أسباب ذلك. وهناك أبحاث جيدة تم نشرها في 2016، لكن أنا أتحدث عن قصة حصلت في 2012، وهذه وحيث كنت شاهدت أول مرة هذا الالتهاب الحاد لدواعم الأسنان بسبب متلازمة هيلرز دارلوس. ونرى كيف أن السن وجذورها والعظم السنخي الذي يدعم أو يشمل الأسنان ويحيط بها، عادة ما تكون هناك بعض البكتيريا المنسجمة بين السن واللتة، ولكنها إذا جاز التعبير بكتيريا حميدة أو صديقة. وهنا نرى على الأيمن في الجانب الأيمن نوع آخر من البكتيريا، وحيث أن هناك يعني تآكل في اللثة، وطبعا هذا في الحالات الطبيعية يكون مع تقدم السن ويكون بشكل خفيف، وقد يبدأ في حدود 45 سنة تقريبا. هذا سيكون بمثابة التهاب دواعم أسنان عادي والطبيعي، ولكن في سن الشباب عندما مثلا حتى في سن الطفولة ابتداء من 12 سنة، وأنا كان لدي مريضان طفلان لم يبلغا، كان أحدهما 12 سنة والآخر 20 سنة، وهنا لدينا هذه الصورة الإشعاعية للالتهاب دواعم الأسنان في متلازمة هيلرز دارلوس. وهناك أيضا أعراض أخرى تتعلق بتغير لون المينا من السن، وهنا لدينا نفس هذه السيدة التي كانت تعاني من كدمات، وهي كدمات ودوال دائمة. وهنا نرى كيف أن هذا كان بمرافقة لثة هشة ورفيعة، ونرى مثلا أبناء أطفال يعانون مثلا. هنا لدينا الصورة العليا هي لأطفال أسوياء، وفي حيث أن هناك لثة متماسكة وقوية ومنسجمة، وهي تشد الأسنان بشكل قوي، في حين أن الأطفال الذين يعانون من التهاب دواعم السن فنرى كيف تظهر الأوعية والشعيرات الدموية. وهذا بالتالي من الممكن أن نرى فقط من خلال صورة عادية إذا ما كان الطفل يعاني من التهاب دواعم الأسنان أم لا. وهنا نرى كيف أن هذا النوع من الالتهابات له علاقة بمتلازمة هيلرز دارلوس. وأيضا
نرى ما هي المخاطر التي قد تواجه مرضى إيهلرز دارلوس، و هناك بعض المرضى الذين يعانون مثلا من إيهلرز دارلوس الوعائية التي قد الذين قد يعانون من هذا النوع من التهاب الدواعم الأسنان. ونحن قمنا بتجميع المقالات التي تتحدث عن علاقة أو ارتباط متلازمة إيهلرز دارلوس مع التهاب دواعم الأسنان، ورأينا كيف أنها هناك مخاطر بالنسبة لمرضى إيهلرز دارلوس للإصابة بهذا النوع من الالتهاب، وهذا يتكرر في عدد من الحالات لكن ليست كلها. وبالتالي مثلا بالنسبة لإيهلرز دارلوس الوعائية مثلا لا تعاني كثيرا من لا يعاني كثير من مرضاها من هذا المشكل، لكن هذا لا يعني أنهم لن يعانوا منه، لأن المخاطر دائما موجودة. وقد رأينا مثلا 9 أشخاص وهم ليسوا كثيرون الذين لديهم إيهلرز دارلوس الوعائية وفي نفس الوقت التهاب دواعم الأسنان. وهنا نرى كيف أن الجذور يعني قصيرة أو أنها تفقد مادتها، وهذا في نهاية المطاف يؤدي إلى سقوط الأسنان. ما نعرفه ولكن ما زلنا لا نعرف ما هي الأسباب المباشرة لهذا هذه المشاكل، ولكن نعرف أن هناك ارتباط بين ما يسمى بضعف أو تآكل أو تفتت لب الأسنان. هذا طبعا لا يؤدي إلى أي نوع من الألم، ومعالجته صحيح أنها ليست بالبسيطة، ولكن من الممكن القيام تنفيذها. أيضا تم توصيف تمظهرات أخرى مثل مثلا اعوجاج الأسنان أو عدم ظهورها في مواقعها أو تركبها فوق بعضها مثلا، وكلها حالات ظهرت بالنسبة لفرط حركة إيهلرز دارلوس. ولكن هناك من يعاني من فرط الحركة هذا ولا يعاني هناك من يعاني من فرط حركة متلازمة إيهلرز دارلوس لكن له لا يعاني من هذه المشاكل التي تظهر في هذه الصور. لكن هناك أمر هام بالنسبة لمرضى إيهلرز دارلوس هو أنهم يعانون من مقاومة للتخدير الموضعي، وهناك دراسة من عام 2019 وربما بعضكم قد شاركوا في ذلك البحث تلك الدراسة، حيث أنها تم إرسال استمارة لأكثر من 900 شخص 960 شخص وسألوهم إذا وهم يعانون من متلازمة إيهلرز دارلوس، وسألوهم إذا ما كانوا كانت لديهم مشاكل بالنسبة للتخدير الموضعي، و
كثير منهم يعني بحدود الثلثين أجابوا بالإيجاب، ردوا بالإيجاب، حيث قالوا أن التخدير الموضعي لم يكن فعالا معهم، وأنهم كانوا ما زالوا لم يستطيعوا تفادي الألم. وقد طبعا مثلا تم استخدام إركاينا كمخدر، أعطى نتائج أحسن من مواد تخديرية أو من مواد بنج أخرى. لا بوبيكاينا أيضا أعطت نتائج جيدة، لكن مشكلها أنها تدوم أكثر، حيث أنها قد تستغرق أكثر من 8 ساعات، وفي هذه الحالة فإننا نفضل الأريكاينا كبنج، كمادة مبنجة. أيضا بالنسبة للأسنان الصناعية، طبعا أيضا المزروعة نستخدم التيتانيوم، ونستخدم أيضا السيراميك أو الخزف. وطبعا هذا الجزء التيتانيوم هو مزروع في العظم السنخي المحيط بالأسنان، ولكن مع الأسف لا يمكن دائما زراعة الأسنان الصناعية في حالات التهاب دواعم السن، وذلك لضعف أو تقلص و يعني أن هذا العظم السنخي يفقد مادته، وبالتالي لا مكان لزرع الجذر. ولكن وهذا يجعل أن بعض المرضى قد زرعوا أسنان صناعية في البداية والأمور كانت جيدة، لكن مع مرور الزمن ومع التنخر الذي حصل أو الضعف الذي حصل في العظم السنخي، في نهاية المطاف فإنهم فقدوا أيضا الأسنان الصناعية. ولكن هذا لا يوجد لحسن الحظ في جميع حالات متلازمة إيرلس دانلوس. ونحن مثلا لدينا 5 حالات وهم يعانون من فرط حركات متلازمة إيرلس دانلوس أو إيرلس دانلوس الكلاسيكي، وهم لم يواجهوا أي مشاكل بالنسبة لزراعة الأسنان، ولم تواجههم مشاكل بالنسبة للتخدير. ولكن عندنا بعض الحالات التهاب دواعم السن التي تحول دون زراعة أسنان صناعية، ونحن نعتقد أن ما زالت الأبحاث في بداياتها، ويجب بالتالي أن نعمق ونضاعف من جهودنا لمعرفة أعمق وأدق. ولهذا نحن قمنا بتجربة سريرية لمختلف تمظهرات المرتبطة بمتلازمة إيرلس تالوس، نقوم بهذا سنبدأ في السنة المقبلة، وذلك بالتعاون مع كلية الطب في فيينا وكلية الطب في مونستر في ألمانيا، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي في النمسا. وكل هؤلاء هذه المؤسسات طبعا متحمسة ونشيطة، وأنا آمل أن في موعد لاحق في السنة المقبلة أتمنى أن أكون قادرا على تزويدكم بمعلومات مفيدة. وإذا كانت لديكم أي استفسارات أو أي معلومات لها علاقة بهذا الأمر، رجاء أن تتواصلوا معنا وأن تراسلونا على بريدنا الإلكتروني، وأن
نتبادل الآراء والمعارف. وفي نهاية المطاف أريد أن أقدم لحضراتكم نصيحة عملية. إن اللذة التي تندمي، التي يعني تنزف، فهذه اللذة التي تنزف هي علامة على أن هناك التهاب، وما يجب أن نقوم به هو غسلها بالفرشاة. ولكن يمكننا أن نستخدم الفرشاة يعني اللينة، وأيضا الخيوط التنظيف، تنظيف ما بين الأسنان. وأيضا بإمكاننا أن نستخدم فرشاة يعني كهربائية أو يدوية. هذا لا يضير. هناك دراسات هامة تم نشرها السنة الماضية مثلا، على 100، تم فحص خلالها 100 شخص، ودرسوا كيفية تنظيف أسنانهم. وما لاحظناه في هذه الدراسة هو أنه بغض النظر عن شكل الفرشاة والوقت، الفترة التي يتم استغراقها وعدد المرات، كل هذا لا يضير كثيرا، لأن الأمر الأهم هو أن نتابع هذه المنهجية، وأن يكون هناك ديمومة، وأن ننظف كل سن على حدة. فمثلا أن نبدأ بالثنية السفلى من اليسار وما يليها، وبعد ذلك الأخرى، وأن نستغرق حوالي 5 ثوان لكل سن، ونمر عليها جميعا إلى الوصول إلى النواجذ والأنياب طبعا، وكل باقي الأسنان، وذلك من الداخل، يعني من الجهة الداخلية، وبعد ذلك من الجهة الخارجية أيضا. ونقوم بنفس الترتيب من الثنايا وما يليها، والأنياب وما يليها، والضروس وما يليها، إلى النواجذ. وهذه طريقة مهمة جدا، والتنظيف هام جدا للحفاظ على أسناننا ولثتنا. وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا لجميع المحاضرين. والآن سننتقل إلى حصة الأسئلة والأجوبة.